هو دايما في فصل الشتاء بنبقى مطمنين على بشرتنا، بتبقى دايما فيها رطوبة سواء بشرة أو شعر. فبنيجي مرحلة الصيف كتير بنعاني إن بنتعرض للشمس كتير، ومع المصيف بيحصل فيه تصبغات في البشرة. فهنا إزاي نهتم ببشرتنا ونبدأ نرطبها كويس، نبدأ نعمل لها على الأقل كل 28 يوم جلسة تقشير اللي هي التنظيف، ان البشره بتجدد جلدها كل 28 يوم، بيبقى فيه طبقه جلد ميت على البشره. فلو احنا سيبنا طبقه الجلد الميت، فهنا بتبدا البنات تعاني من بذور البيضه والبذور السمراء اللي بتظهر تحت الجلد، دي بتبقى دهون. هي الصراحة دي مشكلة كبيرة جدا. يعني احنا ليه في فصل الصيف دايما بنلاقي حبوب وحساسية طالعة في بشرتنا، خاصة الحبوب البيضة دي والنمش؟ يعني انا النمش ده بشكل رهيب. هو النمش بيجي عن نتيجة تصبغات وأكسدة مع البشرة وأشعة الشمس والدهون اللي طب احنا ما عشان بننضفهاش، فبيبدأ في تصبغات، بتلاقي حتت في البشرة فاتحة وحتت غامقة، في البشرة مش متوحد لونها. فهنا بنعمل زي تقشير أو تنظيف بشرة على الأقل مرة واحدة كل شهر، بنشيل طبقة الجلد الميت اللي على البشرة، فبنبدأ نحفز البشرة ننضف المسام. لو احنا سيبنا الطبقة دي، فبالتالي بتحوش بعدها أول طبقة اللي هي الدهون، بعدها بتقلب معانا زي بذور سمرة وبتبدأ تعمل تحفرات في البشرة. تمام؟ يعني الحفر اللي بتطلع دي طبعا بسبب ان انا البذور انا بسيبها فترة فهي بتبدأ تتغلغل في البشرة. تمام؟ فخلاص هي كونت هنا، فبنت ليها مكان، عملت ليها حفرة. فانا ما باجي بسيبها فترة طويلة، من غير شهرين صنفرة ثلاثة من ومن غير غير تنظيف، تنظيف. فاوريدي هي بتوسع المسام. فانا هنا لازم اعمل جلسه تنظيف على الاقل كل شهر. دي بعملها عندي في البيت ولا بعملها طبعا. عندي في مركز بيوتي سنتر؟ لا لا، انا دايما بميل سواء في مركز او في بيت. احنا هنا بنشجع اي واحده لو هي مش هتقدر حتى تروح بيوتي، بنقول لها ممكن تعمل ماسكات السكراب عندها في بيتها، مش لازم تضطر انها تطلع من البيت او تروح بيوتي عشان تعمل طب انا شايفه سنفرة.